اسماعيل، كيفك يا حنان؟ حنان، خالد أجل عندك؟ بيقولوا إنه رجع من البلد. طيب لو سمحتي، إذا أجا عندك أو اتصل فيكي رجاء خبريني. لا لا لا، ما في شيء، هو بخير وأهله بخير. شكرا لك، مع السلامة. بشاهر، بشاهر، خير؟ هسا وانا مالك جنب المخزن كأني سمعت صوت. صوت الفيران ما بخوف. لا يا بشاهر، لا، اكيد صوت خالد. ما تخاف، بظلوا فار. بقول يعني لو تعطيني المفتاح علشان اطمن انه بعده موجود في المخزن. اطمن، بعده في المخزن ومش رايح يطلع من المخزن. طيب اعطيني المفتاح. اسمع، قصة بدك تطمن على خالد في المخزن ولا لا ما بتمشي، فشوف لك قصة ثانية تمشي أحسن. بصراحة هسا بعد ما انحبس وتعذب أنا شايف إنه لان، فخليني أضغط عليه عشان يكتب لي ورقة بالأرض. هذا هو السبب؟ شو مش مصدقني؟ لا، من ناحية مصدقك مصدقك، بس يعني أنا شكاك. طيب هات المفتاح. مش وقته. ليش مش وقته؟ يا أخي هسه إذا الناس شافونا رايحين جايين على المخزن شو بدهم يقولوا؟ أنا بروح لحالي. حتى لو الناس شافتك رايح لحالك شو بدها تقول؟ يعني بدك الناس تكشفنا وتورطني؟ يا رجل، يا رجل خليني أتفهم معه.
يا حبيبي نتفاهم، ليش انت بصلتك محروقة؟ يعني هسا بعد ما استوت الطبخة بدك تحرقها؟ وبعدين انت شو قلت للشرطة؟ الشرطة؟ الشرطة اللي بتحقق في موتة المختار. لسه ما حققوا معي. طيب اسمع اقول لك شو تحكي مشان اقوالي الطابق اقوالك. هم حققوا معك؟ طلبوني للمغفر وكريت كل اللي عندي. كله؟ كله، بس نسيت اقول لهم انه المختار مات على ايدك. قصدك على ايدك انت؟ على ايدين احنا اثنين. اسمع، ترى ان مسكت ايد الايد الثاني بتنمسك لحالها. وصلك المعنى يا ابو محمود؟ طالت غيبة خالد يا عجاج. بعرف. الشرطة ما لاقتوش هون، ولو اسماعيل لقاه بالمدينة كان خبرنا. زمن المليح فيه ضايع والمش مليح ما ياخذ راحته. يلا. وين؟ بدي خبر الشرطة بقصة السكين، أكيد رح تفيدهم بالتحقيق. يلا يلا. سيد اسماعيل، مالك انخضيت لما شفتني؟ لا ولا شيء، بس ما كنتش متوقع جيتك هسه. عرفت انه كايد تحول للمحاكمة؟ ايش؟ ليش ونمسك؟ طبعا، ولا فكرك بضله فالت وبضله يهدد الناس؟ براو يا بيك، ثبت انكو قد المسؤولية. طالما انك عارف انه قدها، لأمتى بدك تضل مخبي المعلومات اللي عندك؟ يا بيك انا ما في اشي عندي مخبى. هيك بتقول بس مش هاي الحقيقة. على كل يكون بعلمك انه اللي بحاول اعقد سير التحقيق بمعلومات كاذبة ما بيفلت من القصاص. بعرف. شوف اقول لك، صار عندي مجموعة من الحقائق كلها بتشير لعلاقة المقاول سلمان بحادث الشمينتو. ايش؟ سيد سلمان؟ مصطفى، انا ما بحب اللي بتغاب كثير. كل المعلومات اللي عندي بتقول انه المقاول سلمان والمهندس اختلفوا بسبب المواصفات اللي لازم ينفذها سلمان في الاسكان. لا 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 يا بيك، لا، التنفيذ تم حسب المواصفات المطلوبة. لو كان حسب المواصفات كان ما مات المهندس، بس طمع سلمان بشوية قروش والضمير الحي الموجود عند المهندس خلاهم يصطدموا. فسخوا الخطبة بالاول، وبعدين اضطروا يتخلصوا منه. يمكن. لا مش يمكن، هاي هي الحقيقة. بس اللي بدي أعرفه، مين اللي رمى كيس الشمينتو؟ سلمان ولا بنته حنان ولا أنت؟ أنا؟ ما هو إذا ما كنت أنت بيكون سلمان. قول مين؟ يا بيك أنا لو بعرف كان ما غلبتك. راح أواجهك اليومين وأورجيك إنك بتغلبني عمدا. لا يا بيك، لا، لو ما بدي أخدمك كان ما اعترفت لك عن كايد. اعترافك كان عشان تملص بجلدك، ولو تعترف هسا يمكن تملص بجلدك. مصطفى، قبل ما أروح بحب أقول لك، أنت ممنوع تغادر البلاد، اسمك محطوط على حدود. طمني، شو قلت للشرطة؟ لا تخاف يا أبو شاهر، اللي عندي واللي عندك واحد. عملت مثل ما قلت لك. أنا بقدر أطلع عن شعورك؟ يسعد عمرك، هيك بدي إياك. بس تدري شو صار؟ خير. وأنا طالع من هناك
شوف جهاد وعجاج فايتين. ليش هم طالبينهم للتحقيق؟ مش عارف. الخوف مش من عجاج، الخوف من جهاد. طب هات المفتاح. شو رجعنا لنفس السيرة؟ ليش؟ اوه بدي أطمن عليه لأكون صار له إشي. وإن صار إشي يعني بتزعل؟ إذا ما بأخذ الأرض قبل ما يموت بنسطح. ما هو إن مات ولا ما مات الأرض إلنا. آخ يا خوفي ما نقول إشي يا أبو شاهر. أنت يمكن، لكن أنا مطمن. مصطفى اسمح لي أدخل. شو في؟ موضوع خطير ما بيستحمل التأخير. مصطفى شو جاي تعمل هون؟ أبوكي بدي إياني بشغلة. طيب بس تخلص هالشغلة بدي إياك تاخدني محل. وين؟ لبلد خالد. شو؟ تأخر ولازم أطمن عليه. إحنا في إيش وإنت في إيش يا حنان؟ بابي أنت بتعرف إنه خالد بيهمني كتير وأنا لازم أزوره وأستفسر عنه. مصطفى مش فاضي. بفضي حاله. طيب إيش فيه؟ نعم اسماعيل عارف كل اشي. شو؟ عارف باللي صار بالاسكان. عارف ايش يا مجنون؟ هو قال لي عن كل شي بالضبط، بس لحد هلا مش عارف مين اللي رمى كيسه الشميته. انت، حنان، انا، سيد سلمان. اسماعيل بشك فيي انا. وانت ايش قلت له؟ طبعا انكرت، بس انا خايف. اسماعيل بيحكي لك حتى ياخذ منك شويه معلومات، لكن اوعى يطلع من تمك كلمه غلط. فاهم؟ فاهم، بس اللي مش فاهمه ليش خبرني انا وما خبرك انت؟ لا تطمن، هيا خبرنا عن طريقك هلا. طيب سلام عليكم. تعال خذ. بدك اياني اخذ حنان على مشوارها؟ لا، وما بدي اياك تطلع من بيتك ابدا. حاضر، خاطرك. مع السلامة. مصطفى استنى يا مصطفى. انا اللي قلت له يروح يا حنان. طيب تفضل انت معي يا بابي. وين؟ لبلد خالد. ما بعرفهاش. بنندل عليها بعدين. بابي. أيوة بعدين، هاي اللي جاييني من آخر الدلعك. بابي. تعال يا حنان. بابي. تعال ارتاحي هون، ارتاحي لما أجيب لك الدواء. بابي. يا رجل بقول لك هات المفتاح. مش معطيك إياه لو بزين عينيك. انت ليش بتحكي معي بالطريقه هاي؟ مشان تعرف اني بمزحش معك. طب واخرتها؟ اخره حبسه خالد ايش؟ ولا شيء، رايح يظلوا في المخزن، ومثل ما دخلناه بشوال رايحين نطلعوا بشوال. وين نطلعوا؟ على قبره. ما كنت افكر انك حقود لهالدرجه هاي يا ابو شاهر. انا تلميذك يا ابو محمود وتلميذ المختار، بس هسه صرت تلاميذي. بس ما تنساش ان المختار لما مات ما حد زعل عليه، لكن خالد هي هسه صار يهم خالد. احسن ما كنت داير وراه بدك تتخلص منه، ولا لانه صار بده يجوزك اخته وهو لا بده يجوزك اياها ولا اشي. وبعدين هسه هو عارف في كل اللي صار، اذا طلع من المخزن احنا منفوت السجن، وانا ما بحب افوت السجن وما بحب اشوفك جوات الحديد. فاروق احسن لك. يا حنان يا حبيبتي، رجاء وبصراحة ما بدي إياك تفكر بخالد أبدا. بقدر أفهم ليش؟ لأنه ما إله مستقبل،
لأنه مش من مستوانا. هاد هو رأيك الأخير يا بابي؟ أيوة. طب بقدر أعرف ليش بالأول كنت تشجعني عليه؟ حنان، شو هالحكي اللي بتحكيه؟ بابي، إحنا فاهمين بعض، واللي بحكيه أنا هو الصح. بدي أعرف ليش؟ لأني كنت بدي أصل لشيء معين من خلال هالعلاقة. تصل لشيء من خلال بنتك؟ من خلال خالد. يعني علاقتنا كانت وسيلة تجارية إلك؟ لا، بس هلأ خلص انسى الموضوع. بفهم من هيك إنه مهمتي انتهت. يا حنان، لا انتهت ولا ابتدت. يا حنان يا بابا، أنا هلأ مش فضيلك. وإمتى رح تفضالي؟ لما أخلص مشاكلي بعدين بحل مشاكلك. يعني إذا في عندك مشاكل بالشغل بتنفش فيي وما بتهتم بمشاكلي؟ هو يا حنان، قلت لك يا حنان أنا مش فضيلك. عارفة إيش يعني مش فضيلك؟ حرام عليكي، ارحميني. معلش، أنا رح أضغط على أعصابي هلأ ومش رح أزعل، لكن بس ترجع رح نحط النقاط على الحروف. لا حروف ولا نقاط، عم مصيبة هاي. بعدك زعلانة يا جهاد؟ تدري إنه الزعل ما بالبقلك؟ كيف ما أزعل وأخوي مش عارفة وينه؟ هو ميت ولا عايش؟ بإذن الله يكون عايش. خايفة، خايفة المصيبة تكبر. إن ما كبرت ما بتصغر. بصدقيني هذول اللي قاعدين بيزيدوا جراحك غير في الآخر يندموا. بس أنت توكلي على الله. لا إله إلا الله. غباش، غباش بعيوني وبعيون الناس. يا رب ليش الواحد ما بشوف الغباش إلا بعد فوات الأوان؟ جهاد معها حق، وإسماعيل صادق، وصداقته صادقة، وعجاج طيب. هزيت طيبته بلحظة غباش، والمدينة غباش، وخاف يمضي العمر بلحظة غباش. المعلومات وصلت لسلمان ولا لا؟ أي معلومات؟ اللي حكيت لك إياها مبارح. لا أنا ما رحتش على دارهم ولا قابلته في الشغل ولا شفته في الشغل. تعرف شو أكثر حبل في الدنيا؟ الكذب. يا بيك أنا ما بكذب عليك. أنا شفتك لما رحت عن سلمان، ولا أنا غلطان؟ أنا نسيت أخبرك يا بيك. صحيح أنا رحت، بس رحت عشان حنان، عشان أخذها على دار خالد، على بلده يعني. بس أبوها ما قبل. يعني شفت أبوها؟ كان هناك وشفته. ما قلت له اللي قلت لك إياه؟ بصراحة شكرا. اهلا. قلت ما حدا رايح يجي في هالليل غير حبيبه ابو محمود. تفضل. شرف. والله ما انا عارف كيف بيجي عبالك توكل يا رجل. ايه انت اللي حابب نسلم في الارض، شو ناقصنا؟ ناقصنا اشياء كثيره. قوم سوي لي فنجان قهوه. ها خرمان، ما عنديش قهوه بالبيت، قلت بنيجي نشربها سوا. تؤمر. احلى فنجان قهوه لاحلى شب في القريه.
قومين والثالث أفرق الحبايب، قومين والثالث أفرق الحبايب. وهلين لقمت لك القهوة شوي بتكون جاهزة. تسلم أبو شاهر، تسلم. هسا أقول لي ليش جاي لعندي؟ ما قلت لك عشان أشرب فنجان قهوة. يا هلا ورحب، لكن مش هذا السبب. أحكي صراحة يا أبو شاهر، بصراحة يعني أنا صرت خايف. الشرطة قاعدة تشدد بالتحقيق، وخايف تكون إفادة عجاج وجهاد ضدنا. ما في حدا ضدنا غيرنا. إذا كنا محالنا بنمص، وإذا ما وقفنا مع بعض بنضيع يا أبو محمود. اتورطنا بما فيه الكفاية، وما في فكه غير نظل مع بعض. تعجبني يا أبو محمود، تعجبني. أروح أشوف القهوة. ما فهمت قصدك. مصطفى فهمك. لا، ما فهمني إشي. سيد سلمان، إذا كنت بتداري على بنتك حنان فهي المدراء ما راح تطول. على بنتي؟ أيوة. وهو معقولة واحدة مثل حنان تعمل هيك في خطيبها؟ خطيبها السابق هو اللي فسخ الخطبة، مش هي اللي فسختها مثل ما قلت لي. يمكن، يمكن أنا حكيت هالحكي، بس مش عشان أبريها من الكلام اللي بتقوله. أنا حكيت هالشيء عشان كرامة بنتي. ما في داعي للإنكار يا سيد سلمان، خلاص الأمور وضحت ومصطفى اعترف. اعترف؟ اعترف بيش؟ بأنه بنتك حنان هي اللي رمت كيس الشمينتو من فوق السطوح. كذاب! مصطفى كذاب! بالعكس، هاي أول مرة بيكون صادق فيها. ليش هو لما زارك الليلة ما قال لك إنه اعترف لي؟ لا، قال كلام تاني وأخذ منك شوية مصاري ابتزاز. لا، أنا بشفق عليه وعلى وضعه. مصطفى كان موجود يوم الحادث، وعشان شاف حنان وهي بترمي كيس الشمينتو من فوق السطوح درت بالك عليه وعطيته فلوس. ومعقولة واحدة مثل حنان رح تقدر تحمل الكيس وهو أتقل منها؟ لا لا لا، حنان ما حملت الكيس، في حدا تاني حمل لها الكيس وحطه على حفة السطح، وهي بس دزت ودز. قول يا سلمان، مين اللي حمل الكيس؟ ما بعرف. لا بتعرف. مصطفى بده يوقعني وبده يوقع بنتي، لكن لا لا، مصطفى اللي رماه وهو اللي دزه. وانت كنت موافق عشان تتخلص من المهندس بسبب المواصفات اللي مش مزبوطة، هيك ولا لا؟ لا لا لا. دايم يا ابو شاهر. صح. وانا ما هو بدري. الله يبدر عليك، معليش تعبان وبدي انام. تصبح على خير. انت من اهله؟ بشوفك بكره الصبح. هذا انطلع عليه الصبح.
اسمع يا خالد، الوقت له بصالحك ولا بصالحي. ها انا بايدي بس اطلعك من هون، فوقع الورقه بالارض واطلع. الارض مش للبيع. مجنون مجنون وراح تموت مجنون. ولك انا شفقان عليك ابو شهر، لا يمكن يتركك تطلع من هون حي. خلنا نموت ونعشق ارضي افضل من الموت وانا بايع ارضي. يا خالد هذا عناد، عناد افهمني. ان كنت جاي تساومني على ارضي فانا على ارضي مش مساوم. برا. ابو شاهر، تدري انه خالد اعقل منك؟ انا يا عيب العيب. هات المفتاح، هات. انا كنت محتار اتخلص من مين بالاول، بس هسه مش محتار. صوت رصاص. الله يستر. خالد، خالد شوف لي اياه، فرط ولا بعده؟ تحب تموت هسع ولا نأجلها؟ لا لا يا ابو شاهر، حبيبك انا يا ابو شاهر. والله انا جيت بس عشان اخليه يكتب لي ورقه بالارض، ولا انت عارف يعني انا مستعد باللي بدك اياه. اهلين. طيب يلا حطه بشوال مشان نطلعه برا ونودره، وان عملت اي حركه ولعبت بذيلك بنيمك بجنبه. يلا. حاضر حاضر. كيف حالك يا جهاد؟ إن شاء الله مبسوطة. جاي حتى تسألني هالسؤال؟ ما هو أنا جاي عشان أطمن عليك، لأني سمعت صوت رصاصة. وأنا كمان سمعت. الله يستر. على كل يا جهاد ولا يهمك، أنت فوتي ارتاحي ونامي، وأنا راح أحرسك قدام البيت هون وما تخافي. الخوف مش علي يا عجاج، الخوف على خالد. بإذن الله رايحين نطرد الخوف من قلوبنا، وبكرة لما نتجوز بنام هون وأنا بحرسك وبحميكي، وأنت كمان تحرسيني وتحميني. على كل إن الصباح رباح، تصبحي على خير. تفضل يا سلامي. فوت يا رجل. شو بدك فيه هسا؟ خالد واخفنا ولا حدا شاف ولا حدا دري. خلينا روع داري. دارك مش رايح تطير من محلها. بدري على الروحة بدري. يعني بفهم من كلامك انك بدك تحجزني في دارك؟ لو بدي احجزك حجزتك في المخزن، ولو بدي اتخلص منك اتخلصت منك زمان وبسهولة. لعن شو بدك مني؟ ولا شي، شوية ذل، عشوية كسر نفس، عشوية محبة. المحبة والمذلة يا ابو شاهر ما بيلتقوا. عند ابو شاهر كل شي بيلتقي. وشو نفع هالمحبة المجبولة بالذل؟ بتنفع الناس وعند ناس لا. شوف يا ابو شاهر، خلينا للصبح بعديها بنتفاهم. انا بروق وانت بتروق وبصير خير،
تصبح على خير. وين رايح؟ يعني وين بدي اروح في مثل الساعة هذا؟ عدارنا. يعني فكرتك رايح على الشرطة ولا عن جهاد؟ جهاد باقي في القرية واحنا باقيين في القرية، واللي بدك اياه بصير. اللي بده اياه المختار الجديد. والمخطر الك على طول الخط يا ابو شاهر. والمختار الجديد بيحذرك يا سلامي، وبيقول لك قبل ما تفكر تتعشى فيه رايح يفطر عليك وعريك. قتيل قتيل يا ناس، قتيل قتيل قتيل. وينه؟ لقول الفلاحين بالواد. ها؟ وما عرفت مين هو؟ بقولوا انه خالد ابن ابو خالد. له يا رجل، خالد الطيب المسكين. لا حول الله يا رب. روح يا اخوي خبر اخته الجهاد الله يعينها على البلوي. لا حول الله يا رب. قتيل مستفدي مبارك ان شاء الله. قتيل شو اللي صار يا اخوي؟ شو اللي صار؟ خالد لقوه مقتول. خالد اخوي؟ خالد ابن ابو خالد اخو جهاد. لا كذب، قول انك كذاب. يا ريتني يا اخوي كذاب، يا ريت. خالد اصيل وطيب والكل بحبه. يا خسارة عليك يا اخوي يا خالد، يا خسارة. روح فرح اصحاب القلوب السادة، روح فرح الذئاب، فرحهم. قتيل قريتنا بعدك يا اخويا خالد، يا ويل قريتنا. افتح يا سلامي. ول على هالصباح النكد. صباح الخير يا حبيبي. يسعد هالصباح يا حبيب قلبي، تفضل. بعدك نايم؟ أيه أنا عرفت أنام. صدقني يا أبو شاهر عيني ما شافت النوم. دريت إنهم كشفوا وين جثة خالد؟ لا كشفوها بالسرعة هاي؟ وأنا بقول مش معقول، ما احنا خفناها مليح. عجيب، لعاد ايش اللي صار؟ بعدين دريت وين كشفوها؟ لا وين؟ بالواد يا محترم. بالواد؟ بس احنا ما دفناها بالواد، مين نقلها هناك؟ هذا السؤال اسأله لحالك. ليش نقلتها؟ شو بتقصد من الحركة هاي؟ ابو شاهر لا تطلع جنانة على هالصبح. ها ها، يعني انا ليش بدي انقلها هناك؟ عشان يكشفوها بسرعة؟ هذا السبب. بس شو القصد من هالحركة؟ حس شعب الدفن. آه يا زمان يا عوج، يلي ضيعت مني أعز الناس. ليش بتزيد الخسيس وبتعليه؟ أما الأصيل تحت الرجلين بنداس. لو كان بيدي المقدر لكنت سقيت الخسيس من نفس الكاس. جهاد انت بدك تقعدي تنضبي حظك وحالك، ليش ضعفتي؟ يا عجاج شو بيدي اسوي؟ شو بيدي اعمل؟ دنيا انقلبت، سودت بعيني. الناس اللي ربنا اعطاهم نعمة البصر صاروا عميان، ما عاد يشوفوا بالمرة.
كيف الناس بدها تشوف وقلوبها كلها ظلام، كلها حقد وخوف وجبن؟ ليش؟ ليش يا زمان؟ ليش بتعمل فينا هيك؟ استغفر الله العظيم، شو اللي بتحكيه يا جهاد؟ حرام عليك، ارحمي نفسك. لكن لا، خالد الأمل ما مات، ما مات. خالد رح يظل أمل، وأنا رح أحفظه عشان يظل مزروع بعقلي وبقلبي، وكل ما قتلوا أمل رح يطلع بداله ألف أمل. لا يا حجاج، ما بدنا كلام، بس بدنا فعل حتى نحمي الأمل. يا ريت يا جهاد، يا ريت الواحد يعرف شو بده. لازم نعرف. العيشة في هالقرية ما بثمر فيها الكلام. وإيش اللي بثمر؟ وأخوك الأمل قتلوه، يعني نخرس ونقعد في الريجة؟ لا، لازم نحكي. نحكي، بس حكينا مش لازم يكون كلام، لازم يكون بالفعل، بالبارودة. بالبارودة؟ أيوة أيوة، لأنه لما بتحكي البارودة كل الكلمات الثانية بتفقد معناها وبتخرس. خير؟ شو بتقول؟ خالد؟ وين؟ كيف؟ وما عرفته لهسا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب 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 طيب، مع السلامة. خاين! اسمع يا أبو شهر، الشرطة ملي القرية، صار فيها أكثر من حادث، وما أظن إنهم يسكتوا أكثر من هيك. ها، مشان هيك ساعدتهم وخليت الجثة تبين، مش هيك؟ انت ليش بتشك في؟ ليش ما انا اشك فيك؟ ها، انت عارف لازم يكون هذا الشك. اسمع يا ابو شاهر، جريمة ثانية ولا بدك نفضح الشغلة ويمسكوك؟ بعد ما تموت ما بفكر ان مسكوني ولا لا. ول اظن انت دابب حالك على سجن دبب، وانت قاعد بتركض للموت برجليك. دخيلك يا ابو شاهر، صدقني يا اخوي، مش انا، صدقني. بصدقك حالي واحد بس. ايش هي؟ تعملها؟ بحمل ابوها، بس ايش هي؟ بو سيدي. شو بتقول؟ بوس ايدي. ابو شاهد، انت جنيت؟ شو هالحق اللي بتحكي؟ ان ما بوس ايدي بعرف انك متامر ضدي، واللي بيخون ابو شاهر مصيره مبين. يعني بدك تذلني يا ابو شاهر؟ ما حدا شايف، وما في حدا غيرنا، واحنا ما بنخجل من بعض. ما هو الخجل والحياة سلام السلمك يا سلامي. طيب طيب، تشرب قهوة؟ طمل بو سيدي. يا ابو شاهر، يا ابو شاهر اسمع، انت يا ما ذليتني، يا ما ذليتني يا سلامي، وجه الوقت اللي ذلك وحطك تحت رجلي. اسمع، بعد من هال العشرة إن ما بست إيدي بطخك. يلا، واحد، اثنين، يا أبو شاهر، ثلاثة، أربعة، يا رجل شو اللي بتقوله؟ خمسة،
ستة. اسمعني يا أبو شاهر، اسمعني. سبعة. ثمانية. استنى استنى يا أبو شاهر، استنى استنى. لا لا يا أبو شاهر، لا. طخ طخ يا أبو شاهر، والله لموتك بحسرتك. طخ براءة. آسفة، برضو ما فهمت. بصراحة أنت متهمة بقتل خطيبك السابق المرحوم شريف. أنا؟ أيوة، كل الدلائل بتشير إلى أنك أنت اللي رميتي عليه كيس شماته من فوق السطوح. لا، مش ممكن مش ممكن. أنا بزعل، أنا بنجن مرات، بس مستحيل أقتل عصفور. أنا آسف، هاي هي الحقيقة، وأنت لازم تاخدي قصاصك العادل. لا، أنت غلطان غلطان. أنا بحبه لحد هلأ، بحبه، بحاول أنسى حبه بأي شيء. حتى بعلاقتك مع خالد؟ حتى بعلاقتي مع خالد كانت مجرد تسلاي، بعدين صرت أشفق عليه، وبعدين صرت أميل له. أنا لازم أعترف لخالد بهالشي. اعترفي له بالسجن. بدك تسجني؟ للأسف هسا ما معي أمر بإلقاء القبض عليك. أنا رايح أجيب أمر إلقاء القبض عليك ونحطك بالسجن رهن التحقيق. حنان، أنا راجع بعد نص ساعة. شو جاي تسوي؟ أنا جاي أعزيكي. مش فاتحة عزا، مع السلامة. استني يا جهاد، استني برا. طيب طيب برا. طيب طيب، معلش معلش، أنا عارف إنه المصيبة كبيرة ومن حقك تطرديني، لكن برضه بقول يعني يمكن وجودي يمسح الحزن عن قلبك. مش حزينة على فراق خالد، لا، حزينة لأنه راح وخلى وراء أمثالك وأمثال أبو شاهر. برا. بعين الله يا جهاد، بعين الله، والبقية في حياتك. بقول لك ما بدي تعزيني. إذا بدك هنيني هنيني، لأنه ماتوا وبقول الأرض مش للبيع. ماتوا في بعيونه مبدأ وفي بقلبه إيمان. ماتوا هو نظيف، وهذا شرف لأخوي، شرف مش رح أطوله في يوم من الأيام، لا أنت ولا أبو شاهر. طيب برا. طيب طيب برا. طيب طيب روح، أنا مش جاي أزعلك. على كل حال أنا بكرة برجع وبنتفهم على كل التفاصيل. وبعضك بتقول تفاصيل. برا، اطلع برا برا برا. ذئاب ذئاب ذئاب. وال الله لا يجبرها، هذه الجنة. ذئاب ذئاب يا بيك، مش فاهم مش فاهم. حنان اعترفت عليك، والسيد سلمان صاحبك أكد الاعتراف. اعتراف ايش يا بيك؟ بأنك مش بس حملت الكيس على السطح، لا، انت اللي رميته على المهندس المرحوم. تسمح لحكي يا بيك؟ تفضل. انت بهالحكي يا بيك بدك اياني اغلط واقول اشي؟ يعني انت مصمم انك ما تغلط وما تقول الحقيقة؟ يا بيك يا بيك، انا لا شفت اشي ولا بعرف اشي. احكي هالحكي بالسجن. بدك تسجني؟ كل الأدلة ضدك، وفي كمان الشهود، وانت مع المدة جوات السجن بتعترف. صدقني يا بيك اني بريء، انا بريء. قول هالحكي للقاضي. على كل، ما معي امر بإلقاء القبض عليك، انا رايح وراجع بعد نص ساعة ومعاي الامر. مصطفى، بنصحك تخليك في الدار، ما تضطرني ادور عليك، ولا انت عارف احنا قادرين نطولك ونطول امثالك من المجرمين زي الشعره من العجين.
فهم؟ شو بتقولي يا حنان؟ إسماعيل إجا هون؟ أيوة. وإيش بده؟ بده يسجني. أنتي؟ أيوة أنا. مش ممكن، مش ممكن. وإيش هي التهمة اللي ضدك؟ قال بيقول إنه أنا اللي رميت كيس شمانتو على المرحوم شريف. بس أنتي ما رميتيه. أنت بتقول هيك وأنا بقول هيك، بس هم عندهم أدلة ضدي. لا يا حنان، أنتي بريئة، ما إلك علاقة. لعاد مين اللي رماه يا بابي؟ وأنا أنا شو بعرفني؟ لا تعرف. شو بتقولي يا حنان؟ بعرف. أيوة يا بابي، ليش مخبي؟ اللي رمى الكيس لازم يأخذ قصاصه، وأنا كمان لازم أخذ قصاصي. أنتي؟ أيوة أنا. لا لا مش أنتي. يمكن وأنا في حالتي العصبية رميت عليه الكيس وأنا مش دارية شو بسوي. قول يا بابي، قول. لا مش أنت يا حنان اللي رماه. مين؟ مين يا بابي؟ مصطفى. ما في غيره، مصطفى. تاكسي. أنت؟ خوفتك؟ برا، اطلع برا. اطمني. أنا هالمرة مش رايح أسوي مثل ما سويت في الزمانات. أنا جاي لك في أسلوب جديد، وهيني بضحك لك. ضحكة الغدر والخيانة ما بدي إياها، والضحكة اللي سرقتها من شفافي مش راح أخليها تستمر على شفافك يا أبو شاهر. ضحكتيني، ما هو أنا وإنتي واحد ولا لا؟ تافه جبان، مش راح تفلت من العقاب أبدا. اتجوزيني وعاقبيني. ترى ما ظل بالساحة غير أنا وإنتي، ويا محلاها الساحة اللي فيها اثنين مثلنا. أنت الناعجي وأنا الذيب، والناعجي ما في راعي يحميها من الذيب. فكر مليح يا ناعجي. ناعجي عمرها ما أمنت للذيب، وراعيها بعده موجود. ها، ما ظل حدا موجود. لا موجود، مش ممكن تقضي عليه أبداً يا أبو شاهر، مش ممكن. دليني عليه بس وشوفي. الراعي موجود بقلبي،
وبقلبي شغلتين اثنين مش موجودات عندك، إيماني بالله وانتمائي لأرضي. يا بيي يا بيي يا بيي، هالقلب الصغير شو بسع. اطلع برا، اطلع برا برا. طالع برا. بس بحب اخبرك خبريه صغيره، انا جاي في الليل لحالي، وهالمره مش رايحه تسلم الجره. ان كنت ابو شاهر بتيجي. وانا ابو شاهر، ومش رايح اغير اسمي من هالليل. استنيني يا ناجي، استنيني، رايح اجيب معي شويه فواكه نتحلى فيهن ونتسلى. اطلع برا برا. اما انه حبل المشنقه يلتف عند رقبتي وانتو تتفرجوا فلا، ومليون لا. ايش اللي صار هلا؟ اللي صار يا سلمان انك ناوي ترميني بدالك او بدال بنتك. انا مش مستعد اضحي بروحي عشانكو. مصطفى، انا متأكدة انك بريء. التأكيد ما بدي اسمعه منك، بدي اسمعه من ابوكي. ودخلي يا حنان لجوا، خليني مع مصطفى لوحدنا. لا، خليكي عشان تشوفي ابوكي على حقيقته. ادخلي يا حنان جوا. اسمع، انت ما بتقدر تقتلني ولا بتقدر تعمل اي اشي. سلمان، انا لحمي مش طري مثل المهندس المرحوم. يا مصطفى، انا ما بدي اقتل حدا، انا بدي اتفاهم معك بهدوء. بيزنس بيزنس، والمشنقة بتستناني. مش راح تنشني، اطمن. اسمع مصطفى، انا بدي اسالك سؤال. يعني اذا بتطلع لك في اليوم 5 دنانير، قديش رح تاخذ في الشهر؟ 150. بعدين شو دخل هذا في موضوع كيس الشومينتو اللي نزل على راس المرحوم المهندس؟ انا مستعد ادفع لك 500 دينار في الشهر. 500 دينار في الشهر؟ وطول ما انت قاعد في السجن رح يوصلك 500 دينار راتبك الشهري. هسا فهمت، يعني بدك ترميني وتنفذ بجلدك. ما انا عيني بدفع الثمن. وانا بدفع الثمن؟ انت فكرك الواحد حريته بالسهل يفرط فيها؟ هاي صفقة، صفقة العمر يا مصطفى. وانت عزابي، لا قدامك ولا وراك، ولو قعدت 1,000,000 سنة مش راح تحوش المبلغ اللي راح تاخده مني، وكلها كم من سنة وتطلع من السجن. فكرك قديش بيطلع لي؟ انا برضو راح اكون كريم معاك يا مصطفى، انا راح اديك 10,000 دينار قبل ما تدخل السجن، ولما تطلع رح تاخد قدهم. 20,000 دينار؟ أنا مصطفى عبد الله أبو شقفة يصير معي 20,000 دينار؟ مش قلت لك هاي صفقة العمر؟ شو قلت؟ موافق، بس بشرط. إيشو؟ تكتب لي المبلغ هسع. هلأ؟ عشان أضمن حالي. شو قلت؟ برضو بتستاهل.
أنت وين كنت؟ الشرطة نادوني وحققوا معي وقلت لهم كل اللي بعرفه، وكمان قلت لهم أشياء كثيرة ما بعرفها. الأشياء اللي ما بتعرفها لازم هسا نعرفها أنا وياك. أنا وياك مستعد أعمل أي إشي. ترى أنا بلبقلك لأني صرت هسا كبير. فعلا كبرت يا عجاج. يعني بقدر أفهم حالي إنه يعني هذاك؟ فرحنا قريب يا عجاج. أبايا قريب؟ لكن مهري غالي. اسمعت أقول لك، أنا معيش غير كم من تعريفة وشوية قصايد ودين بتحمل الفاس وقلب المليان حب. وأنا راضي بس. بلاش بس، هاي أحسن تخرب الشغلة. ما تخاف يا عجاج، أنا بدي أساعدك تجيب مهري. هلا أنت تساعديني في مهرك؟ يلا معي. إيه استني جهاد، بلاش تسبقيني، بلاش أنا أظني وراكي، خلينا نطلع مع بعض ونضل دائما جنب بعض. فعلا كبرت يا عجاج، هسا بديت أطمن عليك. قديش كلفتك هالصفقة؟ أي صفقة؟ أنا سمعت كل إشي. أنا بعمل اللي بملي علي ضميري. أي ضمير بتحكي عنه يا بابي؟ شو بتقولي؟ يا بابي حرام، كيف تحط واحد بريء بالسجن محل واحد تاني؟ بفلوسي. يا خسارة، الفلوس صارت تبيع ضماير تشتري ضماير، صارت تحط ناس أبرياء بالسجن. أنا بعمل كل هذا عشانك أنتي، عشانك أنتي يا حنان. وأنا رافضة، ورح تخسر المبلغ اللي أعطيته لمصطفى، وإن هو وافق أنا مش موافقة. إيش يعني؟ يعني رح أروح لإسماعيل ورح أقول له باللي عملتوه ورح أسلم نفسي. تحكي جد؟ عمري ما كنت جدية مثل هلأ. بس يا حنان، انت عمرك ما حملتي هيك افكار وهيك مبادئ. يمكن تراضيني بفستان جديد، بسياره جديده. برد عليك يا بابي وبقول لك يمكن كثير تصرفات بتصرفها غلط، لكن بعرف شيء واحد، انه واحد مسكين ينسجن ظلم محلي لا لا لا. ليش يا بابا؟ اذا هو قابل. ضميري اللي رح يأنبني ليل مع نهار، مش رح ألاقي طعم للنوم، مش رح ألاقي شهية للأكل أو للشرب، وأكتر من هيك مش رح ألاقي بابي، رح ألاقي إنسان تاني ورح يلاقيني إنسانة تانية. هادي إذا كان بينطبق علينا كلمة إنسان. أنت مجنونة ورح تفضلي مجنونة. أمك لما ماتت كنت صغيرة، رفضت أتجوز عشانك، ضحيت بالكتير، تعبت، شقيت، مرضت، لفيت في الشوارع، كنت أجمع القرش على القرش عشانك أنت تروح أوروبا تشتري أواعيك من هناك. كل هذا بجدي تعبي،
وبعدين بدك تحط بكل إشي، وعشان مين؟ عشان واحد طماع مش عارفين أصله ولا فصله. عيبك يا بابي إنك بتتعامل بالفلوس كأنها السلطة الوحيدة اللي بتمشي هالعالم. هي هيك يا حنان، أيوة هيك، ولازم تتعلميها هيك، لازم. أنا آسفة وأنا رايحة. وين؟ عالشرطة. مش رح أخليك تطلعي. لا رح أطلع. لا قلت لا لا لا. بابي بليز ابعد. فوتي جوا. لا أول مرة بتضربني يا بابي. شو هذا؟ شو اللي عملتوه؟ انت شايف اللي عملناه؟ خلعتوا الباب. انا اللي خلعته وجايين نخلع راسك الا اهلين. اذا شو يعني تعترف بالحقيقة؟ انا ما بعرف ولا حقيقة. كذاب عجاج. ست حلقك حسن بضربك كف بكسر اسنانك. بعرف اسمك. اذا رفعتها مرة ثانية بكسرها، فاهم؟ قول يا ابو محمود. ايش اقول؟ اطماعك كانت من زمان الارض، حاولت المستحيل حتى تاخذها لكن فشلت، ولما فشلت قتلت أخوي، صح ولا لا؟ لا. هو يعني إذا اختلفنا على مبدأ نقتل بعض هذا مش أسلوب. أنت ما بيجي معك غير الأسلوب اللي حاولت تستعمله معنا، القوة. اسمعي، أنا ببطح لك إياه وأنت بتقص لسانه يا بعترف. أنت لا تتدخل بينه وبين جهاد، فاهم؟ أنت ما لك علاقة. إيه له كل العلاقة يا جهاد. جهاد أنا ما بعرف شو بدكم. اللي بدنا إياه أنت عارف. مين اللي قتل أخوي؟ ما بعرف. اسمع، واحد من الاثنين، يا أنت يا أبو شاهر، يا أنتوا اثنين مع بعض، وأنتوا اثنين رايحين على السجن، فاختار السجن والحياة ولا الموت هسع. إيش اللي بتقولي يا جهاد؟ اسمع، أعطيناك فرصة فاعترف أفضلك ولا مقصي عجاج؟ جاهز. جهاد جهاد، ابعد ابعد المجنون عني، ابعديه. قول يا ابو محمود. ايش اقول؟ مين اللي قتل اخوي؟ مش انا، صدقيني مش انا. مين اللي عاد؟ ما بعرف. هاي رايحه تكون اخر كلمه بقولها لسانك. طيب طيب طيب، بعترف بعترف بعترف. اللي قتل اخوك ابو شاهر. ابو شاهر. ابو شاهر. يلا. سيد مصطفى عبد الله. إذا سمحت وقالي هون. حضرة الضابط، شو بتساوي هون؟ مشتاق لك، ما بقدر على فراقك. ضابط اسماعيل فوزي،
من قسم البحث الجنائي. اسمح لي الشيك؟ أي شيك؟ شيك الأستاذ مصطفى. شكرا. عفوا. هذا مبلغ محترم. ما هو أنا والسيد سلمان شراكة، وبعدين يعني أنا وياه. ولا كلمة. تفضل معي على قسم الشرطة وهناك تبحبح بالحكي. تفضل. أبو شاهر الجبان مش موجود هون ولا في البيت. يمكن يكون متخبي جوات الدكان المسكر. لازم نلاقيه بسرعة قبل ما يهرب يا عجاج. وين بده يهرب منه؟ وين؟ لازم نخبر الشرطة باعترافه بمحمود. انت روحي يا جهاد خبر الشرطة وانا بستنى هون، ان شفته غير اقص لك خبره. روح توكلي على الله. لأمتى رح تضل ساجني هون؟ حتى تعقلي. حتى انجن بزيادة. لكن من يوم تقدر تحبسني؟ يوم؟ يومين؟ عشرة وسنة؟ لكن رح تيجي الفرصة اللي يبين فيها الصحيح. مش رح تيجي هالفرصة، فاهمة؟ مرحبا. أنت؟ مش متوقع زيارتي. أنا متوقعتها وأنا جاهزة. لإيش؟ عشان أعترف. تعترفي بإيش؟ أنا اللي رميت كيس شمينتو على المهندس شريف. أنتِ؟ لا، مش هي، مش هي، مصطفى اللي رماه. مصطفى بريء. أنتِ متأكدة من هالحكي؟ أيوة، كنت في حالة عصبية ومش واعية لحالي وتخلصت منه. ما دام اعترفتي، تفضلي. سامحني. لا، مش انت، مش هي، مش هي. العاد مين؟ مصطفى. اسألوه، اسألوه. سألناه واعترف واعطاني لك هدية، الشيك. شفت يا بابي، حتى بفلوسك ما رح تقدر توقف العدالة. تفضلي. لا، مش هي، صدقوني يا عالم، صدقوني يا ناس، صدقوني، مش هي. العاد مين؟ اعترف، اعترف. بلاش تحط بنتك وهي بريئة في السجن. بلاش تخليها تضحي بمستقبلها عشان المجرم الحقيقي. قول يا سلمان، قول. مش قادر تطلعها من ثمك. معلش أقول أنا، حنان، اللي رمى كيس الشمينتو أبوكي. بابي. أيوة، ومصطفى كمان اعترف. مش ممكن، مستحيل. بابي، بابي يرمي كيس الشمينتو. أنا بابي. لا، انكر يا بابي، قول لا، قول لا بابي. حاولت أنك لكن ما قدرتش. بعد ما اعترفتي انت، وبعد ما شفتك بدك تظلمي نفسك وحالك، بس انت بريئه وانا المجرم، انا القاتل. انا اعدموني وشنقوني. انا 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 Thank you.
ما رجع؟ لا مصيرهم يلاقوه، أنا خبرت الشرطة راح يمسكوا بمحمود. بظل أبو شاهر، أنا مش راح أرتاح إلا ما أشوفه في السجن. لازم يلاقي قصاصه، لازم. تدري يا جهاد إني أنا خايف. من إيش؟ خايف من سجن أبو شاهر، يطلع لنا بداله مليون أبو شاهر ومليون أبو محمود ومليون مختار. مين ما يطلع يطلع، المهم إحنا إذا كنا أقوياء مؤمنين بالله ومتمسكين بمبادئنا وأرضنا رح نلاقي كل اللي قدامنا ضعاف، وإذا كنا ضعاف رح يكونوا كلهم أقوى منا. ولا يهمك، أنا رح أصير قوي فيكي وأنا رح أكون أقوى معك يا عجاج. يلا يلا. أنت ما قدرتش أصبر للمساء، مش قلت لك يا حلوة راجع مشان نتحلى مع بعض؟ مليح اللي لقيناك يا أبو شاهر، أنا هسعى رايح أجيب الشرطة وراجع. حلك! ما في فايدة يا أبو شاهر، الشرطة هسعى بتكون مسكت أبو محمود لأنه اعترف أنك أنت اللي قتلت أخوي خالد. وما اعترف على شغلات ثاني؟ ملحق بعترف. محلك! تعالي تعالي يا حلو، قعدي بجنبي قشري لي تفاح. تعالي لا تقشري لي تفاح. اسمع كلمة ثانية وبطلع الطلق من راسك. اطلع برا يا ابو شاهر، برا. وين برا؟ وين بدي اروح؟ ما انكشف الطابق ووقعنا، فخلينا نقع على مزاج. اطلع برا برا، اترك ايدي. مسكتك، تعالي بجنبي، لازم نودع بعض. اتركني، بقول لك اتركني. ابو شاهر ابو شاهر اجا دورك. شو بدك تسوي فيه؟ قتلتك هسا راح تموت بساعة، لكن انت لازم تموت كل دقيقة. خلي العدالة تاخذ حقها منك. قدامي سامع، يلا قدامنا يلا. راح ضحية الطمع والجشع، لأنه كان بحب قريته بينتمي إلها قتلوه. وأبوك هسا في السجن برضو ضحية الطمع والجشع، عشان أكم من 1000 دينار كان راح يموت عشرات الأطفال والشيوخ من الإسكان اللي ما انبنى حسب الأصول والمواصفات الصحيحة. خطيبك السابق كشف التلاعب فما حب يبيع ضميره، لكن للأسف أبوك باعه وباع نفسه للشيطان. هون طمع وجشع وذئاب، وفي القرية طمع وجشع وذئاب. ليش الناس ما بتشبع؟ ليش؟ ليش شوهوا صورة القرية وشوهوا صورة المدينة؟ خيوط العنكبوت وعشش الغربان وأوكار الذئاب هي اللي بتشوه الصورة. وظيفتنا إحنا إن نحافظ على هالصورة حتى تضل حلوة، وبإذن الله راح تضل حلوة. أنا لازم أزور قبر خالد في القرية. ولا يهمك، بكرة بنزوره، وبنفس الوقت بعرفك على أخته جهاد. Thank you.
الله يرحم. شدي حيلك يا جهاد، الله يكون في عونك. الله يكون في عون الجميع ويوفقنا لما فيه الخير والصلاح. آمين. على كل حال شكرا كثير على لطفك يا جهاد، وأنا بوعدك إني راح أزورك مرة ثانية. أهلا وسهلا فيك بأي وقت. ها يا جهاد، شو ناوية تعملي هالساعة؟ راح أشتغل بالأرض وحافظ على كل ذرة من التراب. جهاد، أنا بحكي معك هالساعة لأني بحس حالي مكان أخوي خالد الله يرحمه. الله يبارك بيك يا إسماعيل، هذا الأمر. أنت هالساعة صفيتي لحالك وحيدة، والواحد ما بيعرف شو ممكن يصير معه في المستقبل. لا تخاف يا إسماعيل، أرضنا موجودة راح أشتغل فيها، فاس بإيد والبارودة بإيد. من هالساعة راح أحمل البارودة على طول. ما بدي بس تحملها، بدي تتعلم كيف تستعملها.